أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أرحب بكم إلى النشرة الرياضية لهذا اليوم وأستهلها وكالمعتاد بأبرز العناوين. الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم يختار القائمة النهائية المشاركة في المعسكر التدريبي الخارجي. اليرموك يوقف انتصارات وحدة صنعاء في الدوري الشتوي، ووحدة عدن يعوض خسارته في دوري بلقيس لكرة القدم. شعلة عدن لكرة الطائرة يخسر لقاءه الأول في البطولة العربية 37 أمام الكويت الكويتي. أهلا بكم. يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم استعداداته للتصفيات الأولمبية الآسيوية في معسكره التدريبي الأول بمدينة المكلا، وأسفرت التحضيرات في المكلا عن اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي بقيادة الكابتن سامي النعاش، أسفرت عن اختيار قائمة مكونة من 30 لاعبا من بين أكثر من 80 لاعبا من المشاركين في معسكر المكلا، ومن المقرر أن يتوجه اللاعبون الذين تم اختيارهم إلى المعسكر الخارجي الذي سينطلق نهاية فبراير الجاري. وأكد مدير المنتخب الأولمبي لكرة القدم الدكتور أبو علي غالب، أكد أن المعسكر الخارجي سيضم لاعبين يمنيين محترفين في دوريات البحرين والسعودية وجورجيا وبريطانيا. طبعا لا يخفى عليكم أنه قد تم التنسيق مع الكابتن سامي النعاش والجهاز الفني باختيار أفضل عناصر تحت 23 سنة في أندية الجمهورية اليمنية في كل محافظات الجمهورية، وبالتالي البقاء الأقدر، خاصة وهناك النية أن يكون هذا المنتخب إن شاء الله رديفا للمنتخب الوطني الأول. أتمنى من الشارع الرياضي ومن الجماهير الرياضية ومن كل أبناء الجمهورية اليمنية الوقوف صفا واحدا مع هذا المنتخب باعتباره منتخب الأمل، باعتباره المنتخب الرديف للمنتخب الأول. أتمنى نقف جميعا مع هذا المنتخب في ظل هذه الظروف التي تعيشها بلادنا. شهدت الجولة الخامسة من دوري كرة القدم بملتقى وحدة صنعاء الشتوي شهدت منافسات مثيرة ومفاجآت جديدة، وواصل نادي اليرموك صحوته تحت قيادة المدرب الوطني أسعد القماسي، حيث تمكن من إيقاف انتصارات نادي الوحدة وذلك بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز الثاني، كما يرتفع رصيد اليرموك إلى 7 نقاط في المركز الثالث. كما واصل أهلي صنعاء سلسلة انتصاراته حيث تغلب على الشعب بهدفين نظيفين لحساب الجولة الخامسة. بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الشعب عند 14 نقاط في المركز السادس. وكان نادي أزال قد افتتح منافسات هذه الجولة بالفوز على العروبة بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد العروبة عند 4 نقاط في المركز الخامس. وتخطط منافسات الجولة الخامسة بلقاء يجمع نادي 22 مايو ونادي الشرطة في هذه الأثناء على أرضية ملعب وحدة صنعاء في حدة. إلى دوري بلقيس لكرة القدم في عدن، حيث استمرت غزارة الهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، وتمكن نادي شمسان من اكتساح الميناء بستة أهداف لثلاثة ليرتفع بذلك رصيد شمسان إلى 6 نقاط في المركز الأول. كما حقق تلال فوزا مهما على الروضة بهدفين نظيفين ليحتل العميد المركز الثاني بست نقاط. ووصل نادي المنصورة فوزه للمرة الثانية على التوالي، حيث تغلب على النصر بهدفين لهدف ليحتل المنصورة المركز الثالث بست نقاط، فيما تمكن نادي الوحدة من تعويض خسارته في الجولة الأولى من الشعلة بهدف دون رد ليفوز على الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف ويحتل المركز السادس بثلاث نقاط. وتعادل الشعلة مع الجلاء بدون أهداف ليحتل الجلاء المركز الرابع بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن الشعلة الذي جاء في المركز الخامس. تعاقدت إدارة نادي الجزيرة العدني مع الكابتن مروان موسى لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب توفيق النجار. وكان الكابتن توفيق النجار قد قدم استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من التلال في الجولة الأولى لبطولة بلقيس لكرة القدم بستة أهداف نظيفة. ورغم أن إدارة الجزيرة كانت قد رفضت استقالة النجار، إلا أنه لم يتراجع عن قراره، ومن المقرر أن يتولى الكابتن مروان موسى قيادة الجزيرة العدني خلال منافسات دوري بلقيس لكرة القدم.
وبالتزامن مع بطولة بلقيس لكرة القدم في عدن، ينظم مكتب الشباب والرياضة في المحافظة دوريا غير تنافسي لفئة البراعم بهدف اكتشاف المواهب وتنميتها. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في التقرير التالي. يعد استمرار النشاط الرياضي في المناطق المحررة أمرا في غاية الأهمية، ولا يقتصر ذلك على لعبة واحدة فقط أو فئة دون أخرى. ومثل انطلاق دوري بلقيس لكرة القدم فرصة ذهبية لأندية عدن العشرة الأساسية من أجل إعادتها لأجواء المنافسات الرياضية بعد أن اقتصر ذلك خلال الفترة الماضية على الأنشطة الرمضانية ودوري الفقيد المريسي لكرة القدم. تلك الأنشطة عادة ما كانت تقتصر على فئة الكبار، على الرغم من أن تنظيم الأنشطة للفئات العمرية أمر في غاية الأهمية، حيث تحتاج بلادنا لاكتشاف المواهب الرياضية في هذه الفئات ورعايتها وصقلها، وذلك لا يكون إلا في تنظيم المسابقة الرياضية باستمرار. وبالتزامن مع انطلاق دوري بلقيس لكرة القدم الذي يشارك فيه الفريق الأول لأندية محافظة عدن، دشن مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة دوريا آخر خاصا بفئة البراعم، ويهدف دوري البراعم لاكتشاف مواهب كرة القدم في عدن من أجل رفض المنتخبات الوطنية بعناصر تستطيع تمثيل الكرة اليمنية بشكل أفضل. ولم يقتصر دوري البراعم على اكتشاف المواهب من اللاعبين فقط، وإنما مثل فرصة مناسبة لتطوير حكام كرة القدم المبتدئين، ويدير مباريات دوري البراعم حكاما مبتدئين تحت إشراف لجنة الحكام العليا في الاتحاد اليمني لكرة القدم. وتقام مباريات دوري البراعم للفئة العمرية من 12 وحتى 14 سنة بالتزامن مع مباريات دوري بلقيس، حيث تلعب مباريات فئة البراعم قبل مباراة الفريق الأول. ويشارك في دوري البراعم جميع الأندية المشاركة في دوري بلقيس لكرة القدم عدا فريق شباب المنصورة الذي اعتذر عن المشاركة وحل بديلا له فريق مركز اتحاد المنصورة. حقق نادي سلام الغرفة فوزا صعبا على نادي برقتريم ضمن منافسات بطولة كأس وادي حضرموت التنشيطية لكرة القدم، وتغلب السلام على البرق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بهدف لمثله. كما حقق نادي ريبون حريضة فوزا صعبا على نادي سيئون بعد تعادلهما في الوقت الأصلي من المباراة بهدفين لكل منهما. وتقام منافسات بطولة كأس وادي حضرموت التنشيطية لكرة القدم على ملعب الشهيد جواس بسيئون. تتواصل في مدينة المكلا بحضرموت التحضيرات للمباراة النهائية لبطولة كأس حضرموت لكرة القدم بنسختها السادسة. وناقش اجتماع عقد بمكتب وزارة الشباب والرياضة في المكلا ناقش التحضيرات النهائية الخاصة باحتضان ملعب الفقيد برادم وقائع المباراة النهائية لكأس حضرموت السادسة، والتي ستجمع فريقي التضامن وسامعون في 8 مارس المقبل. وتضمن الاجتماع توزيع المهام على اللجان المختصة بتنظيم وتأمين وتغطية فعاليات نهائي البطولة. نظمت كلية التربية والعلوم التطبيقية في محافظة الجوف ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة نظم بطولة 11 من فبراير الرياضية احتفاء بالذكرى 8 لثورة الشباب السلمية. وتشمل بطولة 11 من فبراير الرياضية في محافظة الجوف لعبتي التنس أو تنس الطاولة وكرة القدم بمشاركة 5 فرق رياضية. وبالتزامن مع انطلاق البطولة نظم طلاب كلية التربية والعلوم التطبيقية في محافظة الجوف صباحية شعرية احتفاء بذكرى ثورة 11 من فبراير. تعرض فريق شعلة عدن للخسارة من فريق الكويت الكويتي بأولى مبارياته في البطولة العربية للكرة الطائرة بنسختها 37 والتي تستضيفها تونس. وجاءت خسارة الشعلة من الكويت ب3 أشواط نظيفة لحساب الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثالثة. وسيلتقي الشعلة في 7 مساء اليوم مع نادي الترجي التونسي لحساب الجولة الثانية من التصفيات. أما نادي خيبل المهرة فيلتقي غدا الأحد عند الساعة 3 عصرا بنادي الريان القطري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة. ويلعب نادي الشعلة في المجموعة الثالثة لجوار الكويت الكويتي والترجي التونسي وصحار العماني وسبيت بول اللبناني، في حين يلعب نادي خيبل بالمجموعة الأولى إلى جوار الريان القطري وسنجل الفلسطيني.
تختتم في هذه الأثناء بالعاصمة المؤقتة عدن منافسات بطولة المحبة والسلام للتايكواندو للأندية الفائزة بالتصفيات التمهيدية على مستوى المحافظات المحررة. وشاركت في البطولة أندية وحدة عدن وخيبل المهرة وشرارة لحج وخنفر أبين وصمود الضالع ووحدة المكلا ونادي سيئون، إضافة إلى مركز التفوق في عدن. وأقيمت المنافسات النهائية للبطولة في صالة الجمباز بالمنصورة بتنظيم اللجنة الفنية للتايكواندو برعاية وزارة الشباب والرياضة. ويتنافس اللاعبون على إحراز لقب البطولة في فئة البراعم لوزن 24 كيلوغرام و26 كيلوغرام، وفئة الناشئين لوزن 33 كيلوغرام و41 كيلوغرام، والشباب تحت سن 19 عاما لوزن 48 كيلوغرام. أقيمت في العاصمة المؤقتة عدن التصفيات التمهيدية لبطولة المحبة والسلام للدراجات الهوائية على مستوى أندية المحافظة، وحقق نادي وحدة عدن المركز الأول في التصفيات التمهيدية ليضمن بذلك تمثيل محافظة عدن في نهائيات البطولة. وانطلق السباق الذي نظمه فرع اتحاد الدراجات الهوائية في عدن، انطلق من دوار الرحاب في حي العريش بمديرية خور مكسر وصولا إلى نقطة العلم، ثم العودة إلى نقطة الانطلاق بمسافة بلغت 51 كيلومتر. أقيمت منافسات البطولة على مستوى أندية عدن برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ المحافظة أحمد سالمين. اختتمت بمدينة المكلا تصفيات بطولة المحبة والسلام للدراجات الهوائية في ساحل حضرموت، وأحرز نادي المكلا المركز الأول في التصفيات التي شاركت فيها أندية الساحل إضافة إلى هواة اللعبة. وانطلق السباق من أمام بوابة مجمع الكليات في جامعة حضرموت بمنطقة فلك على امتداد خط الريان الدولي ولمسافة 30 كيلومتر ذهابا وإيابا. وأقيمت تصفيات البطولة التي نظمها فرع اتحاد الدراجات الهوائية في ساحل حضرموت برعاية وزارة الشباب والرياضة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وبعد حصول نادي المكلا على المركز الأول في التصفيات ضمن النادي مشاركته في نهائيات المحبة والسلام للدرجات الهوائية والتي ستقام في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة. أقرت اللجنة الفنية لبطولة المحبة والسلام للكاراتيه لفئة الشباب تحت سن 19 عاما أقرت إقامة البطولة في العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة من 23 وحتى 25 من فبراير الجاري. ومن المقرر أن يشاركوا في نهائيات المحبة والسلام للكاراتيه 12 ناديا من محافظات عدن وتعز ولحج وأبين وحضرموت. وستقام البطولة برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري وتنظيم الاتحاد اليمني للكاراتيه. وأقرت اللجنة الفنية للبطولة إقامة المنافسات في صالة الجمباز بالمنصورة، كما طالبت الأندية المشاركة في النهائيات باستكمال إرسال وثائق لاعبيها. مشاهدينا، إليكم الآن أبرز مباريات اليوم السبت وغدا الأحد من الدوريات الأوروبية الكبرى. في الختام مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.